بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، فإننا والحمد لله في أفضل بقعة في الأرض، ألا وهي المسجد الحرام، وبالتالي على كل مسلم يأتي إلى هذا المكان المبارك أن يحمد الله سبحانه وتعالى وأن يشكره على هذه النعمة، وأن يحرص كل الحرص على أن يستفيد من الفرص المتاحة له في عبادة الله سبحانه وتعالى. وقبل ذلك على كل مسلم أن يعرف مكانة هذا المسجد، مكانة هذا البيت، مكانة مكة المكرمة. لا بد أن يعرف فضلها ومكانتها وما وقع فيها من أحداث وما لها من مكانة متميزة في العالم كله. مكة المكرمة والكعبة المشرفة قبلة لكل مسلم، وكل مسلم يؤدي ركناً من أركان الإسلام وهو الصلاة لا بد أن يتجه إلى هذه القبلة وإلى هذا المكان. من أركان الإسلام الحج إلى هذا البيت وهذا المسجد المبارك، وهذه مزية لا توجد في أي بقعة في الأرض. ولذلك ينبغي علينا نحن المسلمين أن تكون لدينا ثقافة، هذه الثقافة نأخذها من كتاب الله سبحانه وتعالى، نأخذها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأخذها من سيرة السلف الصالح، كيف يتعاملون حينما يأتون إلى هذا المسجد المبارك، كيف يتعاملون في عباداتهم، في تعاملهم، في توبتهم، في حرصهم على أن تكون حياتهم مستقيمة على هدي الله سبحانه وتعالى كما في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القرآن هو المصدر الأساسي لهذا الدين، وهو الذي يجب على كل مسلم أن يقرأه ويتفهم ما فيه ويعمل به، ليس مجرد ثقافة، ليس مجرد معلومات. حينما يأتي في الكتاب يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب موجه من الله لك أيها المؤمن، يا أيها الناس هذا أيضا نداء لك أيها الإنسان، فلا بد أن تفهم هذا النداء ولا بد أن تطبقه. هذا البيت المبارك محل هداية للعالمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، له حرمة ينبغي أن تكون واضحة في كل مسلم. ولذلك على الناس الذين يفدون إلى هذا المكان من كل مكان، قبل أن يفدوا أن يتعرفوا على الأحكام الشرعية التي يجب أن يسير عليها المسلم في هذا المكان المبارك، ولذلك له حرمته. طبعاً هذه الحرمة لا يجوز أن تنتهك
يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. رسولنا صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ماذا قال؟ قال: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وأوجب الله على الجميع تعظيم حرماته، يقول سبحانه وتعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. هذه الحرمات ما هي؟ هي شعائر الله، هي أفعال الحج، هي الأفعال التي يعملها المعتمر إذا جاء إلى هذا البيت المبارك. ولا شك أن هذه الأمور بدءاً من البيت الحرام ينبغي أن يعظمها كل مسلم، أن تكون له بنفسه مكانة. وذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وطبعاً هذه الآيات الكريمة في الحج وشعائره وأحكامه ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليها كل الحرص. ومكانة مكة المكرمة مكانة أيضاً متميزة، كما جاءت الأحاديث الصحيحة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: والله، رسولنا عليه الصلاة والسلام يقسم بالله: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وهذا دليل صريح واضح على أن مكة المكرمة لها المكانة الأولى في العالم، في هذه الأرض كاملة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا المؤمن، هذا الإنسان الذي آمن بالله واليوم الآخر، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل له أن يسفك بها دماً، ولا يعضد بها شجرة، حتى الشجر والنبات داخل الحرم. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. ورسولنا عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح قال: لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة. هذه أدلة صريحة قطعية بأن مكة مكان للعبادة، مكان آمن، ليس فيه خلاف ولا نزاع ولا طائفية ولا حزبية ولا جماعات أو فئات متفرقة، كل من فيها ينتمي إلى هذا الدين. ولذلك يجب على كل مسلم أن يحرص كل الحرص على معرفة الأحكام الخاصة بهذا الحرم وبهذا البيت وبهذا المسجد المبارك، وأن يحرص على معرفة خصائص المسجد الحرام. طبعاً هي موجودة في القرآن وموجودة في السنة، ومعظم المسلمين والحمد لله يعرفونها، لكن المهم القناعة التامة والتأثر بها. وكما قلت، الأحكام الشرعية ليست ثقافة، الأحكام الشرعية في الحل والحرم، الشيء المحرم، الشيء الحلال، الشيء المباح، الشيء المفضل، هذه ينبغي أن يسير عليها الإنسان في حياته. وطبعاً كما قلت،
من أبرز خصائص المسجد الحرام أنه أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله، كما قال سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. طبعا من قصد هذا البيت للعبادة وخاصة في الحج وكذلك في العمرة، لكن الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه ينص على أثر الحج: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومي ولدته أمه. من من البشر ليس عليه أخطاء، ليس عليه ملاحظات، ليس لديه تقصير؟ ولذلك هذا الحج إذا أداه الإنسان كما شرع الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم يمحي الذنوب السابقة والأخطاء، ويرجع الإنسان كأنه جديد في هذه الحياة. من خصائص البيت الحرام استجابة الله سبحانه وتعالى لدعوة خليله إبراهيم عليه السلام بأن يجعله آمنا، وأن يرزق أهله من الخير، وأن يجعله مأوى للناس، يعني مقصد يقصدون إليه. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البيت ورب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. ويقول سبحانه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إذن هذا البيت وهذا المكان آمن بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة عظيمة وفضل من الله سبحانه وتعالى على من يعيش في هذه البلاد المباركة، على من يفد إليها، على المسلمين كافة باعتبارها قبلة لهم ومكان حجهم، والمكان الذي نشأ فيه رسولنا عليه الصلاة والسلام واختاره الله من هذه البلاد. كل هذه تعتبر مزايا وخصائص لا توجد في غير مكة المكرمة. من الخصائص المتميزة للمسجد الحرام مضاعفة الصلاة فيه، قد وردت في ذلك أحاديث كثيرة بروايات متعددة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها في مجملها تؤكد معنى هذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي، أي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، هذا المسجد المبارك. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. فإذا صلى الإنسان صلاة واحدة في هذا المسجد هي أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه. هل تشمل هذه المضاعفة الفرائض والنفل؟ طبعاً للعلماء في ذلك أقوال وآراء واختلافات، يعني هل هي خاصة بالفريضة فقط أو تشمل الفريضة والنوافل؟ الأرجح في هذا مضاعفة الفريضة والنوافل في المسجد الحرام. هذه أيضاً ميزة ومن خصائص هذا البيت المبارك. هل المضاعفة خاصة بالصلاة أو تشمل الأعمال الصالحة الأخرى؟ طبعاً هذا أيضاً محل كلام للعلماء ونظر في النصوص والأحاديث التي جاءت في هذا. ولسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
يعني رأي في هذا الأمر بأن بقية الأعمال الصالحة غير الصلاة أيضا تضاعف في الحرم، لكن لم يرد فيها حد محدود كما في مضاعفة الصلاة بمئة ألف صلاة. هل المضاعفة أيضا خاصة بالمسجد الحرام أو تشمل هذه المضاعفة الحرم كله؟ كذلك للعلماء في ذلك أقوال، والراجح أن المسجد الحرام كله يشمله هذا الأمر، وتكون في هذه المضاعفة المباركة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والمقصود مكة كاملة. كذلك إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. طبعا المقصود بالمسجد الحرام هنا الحرم كله، وهذا الترجيح هو الذي رجحه عدد من العلماء، من أبرزهم الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الأمر. طبعا من الأمور التي سبق الإشارة إليها فيما يتعلق بأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا البلد المبارك آمنا، قوله سبحانه وتعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. طبعا هذا في الجاهلية وقبل الإسلام، ولكن فيه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحرم آمن. كذلك قول الله سبحانه وتعالى لإيلاف قريش: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذن هذه ميزة خاصة بهذا المكان. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى علينا نحن في هذه البلاد المباركة في المملكة العربية السعودية، بل على المسلمين كافة، أن الله سبحانه وتعالى أقام في هذه البلاد دولة مباركة، أقامها أنشأها أهلها على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي المملكة العربية السعودية. هذه المملكة تعطي الحرمين الشريفين أولوية، لأن في خدمة الحرمين الشريفين خدمة للإسلام وخدمة للمسلمين، ركن من أركان الإسلام في هذا المكان. الكعبة قبلة للمسلمين في كل مكان، تاريخ المسلمين له ارتباط وثيق بمكة المكرمة، ولذلك منذ الدولة السعودية الأولى التي تأسست وأسسها الإمام محمد بن سعود رحمه الله إلى عهد الإمام الملك عبد العزيز رحمه الله إلى العهد المبارك عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وهذه الدولة المباركة تعطي أولوية للحرمين الشريفين، لأنها هذه الأولوية فيها خدمة دقيقة للإسلام والمسلمين. وحينما يرى الإنسان داخل الحرم الشريف وما يحيط به ومكة المكرمة بشكل عام، يرى مختلف الأجناس واللغات من مختلف أنحاء العالم، لكن دينهم واحد وربهم واحد ورسولهم عليه الصلاة والسلام واحد، فخدمتهم خدمة لهذا الدين. وهذه كما قلت من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا وعلى المسلمين كافة، ولذلك نجد أن المسلمين في مختلف أنحاء العالم يقدرون المملكة وجهودها في هذا الأمر. هؤلاء المسلمين بالملايين
يأتون العمرة ويأتون الحج، وخاصة في وقت الحج وفي وقت رمضان. طبعاً هذه الأعداد الهائلة تحتاج إلى تنظيم، تحتاج إلى تيسيرات، تحتاج إلى أماكن مناسبة، تحتاج إلى خدمات. ولذلك المملكة تعطي هذا الجانب أولوية أساسية في ما يتعلق به. طبعاً من الخصائص أيضاً أو الفضائل المتميزة لمكة والمدينة أن الدجال لا يطأهما، كما في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة. ولذلك حتى عند قيام الساعة وحصول أحداث يعني علامات الساعة القوية، يحرص كل مسلم أن يذهب وينتقل إلى مكة والمدينة حتى لا يواجه من قبل الدجال وفتنته ومشاكله. هذه ميزة أيضا خاصة ينبغي أن يفهمها المسلمون ويدركون أن هذه تعطي هذه الديار المباركة منزلة متميزة. أيضا من فضائل المسجد الحرام قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجدي هذا، أي مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، والمسجد الحرام الذي نحن فيه الآن، والمسجد الأقصى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحميه من كل بلاء ومن كل فتنة، وأن يجعله آمناً لكل مسلمين الذين يقصدونه من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى. المسجد الحرام له مزايا خاصة تتميز كما سبق الكلام عن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة وعن المسجد الأقصى، كما مر في قول الله تعالى إن في هذا البيت إن أول بيت وضع للناس في الأرض لعبادة الله، أنه مبارك تضاعف فيه الحسنات، وأنه طبعاً هدى للعالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين. وطبعاً جعله الله سبحانه وتعالى آمناً للناس. علينا نحن المسلمين أن نحرص كل الحرص على تفهم هذه النصوص، معرفة خصائص المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا يحرص كل مسلم أن يأتي من أي مكان في العالم لعبادة الله في هذا البلد؟ لا بد أن تكون نيته خالصة لله، لا يأتي لمجرد مشكلية أو مظاهر، أو يقال أنه ذهب إلى مكة وذهب إلى المدينة ويتحدث مع الناس أنني زرت المدينة وزرت مكة لا، هذه عبادة، عبادة لا بد أن تكون خالصة لله. وقبل أن يأتي إلى العمرة أو إلى الحج يجب عليه أن يعرف أحكام الحج كاملة وأحكام العمرة كاملة. كيف حج الرسول عليه الصلاة والسلام، وكيف اعتمر، وكيف سلفه الصالح بدءا من الصحابة رضوان الله عليهم ومن جاء بعدهم، كيف كانوا يتحدثون عن أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن الحج والعمرة والصلاة وغيرها من العبادات، عبادات الأدلة فيها وقفية. ما معنى وقفية؟ لا بد أن تكون واضحة وصريحة في القرآن أو في السنة. تفسير هذا النص في القرآن وتفسير هذا النص في السنة يرجع فيه إلى بيان الرسول عليه الصلاة والسلام، يرجع إليه إلى كلام العلماء، وكتب التفسير والحمد لله متيسرة، وكتب الحديث وشروح الأحاديث متيسرة. وبالتالي لا بد أن يكون لدى المسلم
معرفة بما يقوم به في هذه العبادات وهذه الأعمال، بل حتى في غير العبادات، ما يتعلق بالمعاملات البيع والشراء وما يتعلق بها، التعامل بها لابد أن يخلص الإنسان نيته لله بأنه يسير وفق شريعة الله. ولذلك إذا شك في بيع أو شراء أو في مال، هل هو في ربا، هل في مشكلة من المشكلات، يبتعد عنه. وإذا لم تكن لديه معرفة صحيحة بالحكم الشرعي، عليه أن يسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على أن الأمن مستقر في هذه البلاد المباركة، وأن قادتها وولاة الأمر فيها يحرصون كل الحرص على خدمة المسلمين وخدمة الحرمين الشريفين. ونشكر الإخوة أيضا في رئاسة شؤون الحرمين الشريفين وفي مقدمتهم معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس حفظه الله، وكذلك زملائه الذين يعملون معه فيما يتعلق بالتوجيه، فيما يتعلق بالدعوة، وكل هذه الأعمال إن شاء الله نعتقد أنهم يقومون بها يعني خدمة لهذا الدين وخدمة للإسلام والمسلمين. ونحن ندعو لهم بالتوفيق ونشكرهم على جهودهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا وأقوالنا كلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يوفق كل إنسان جاء إلى هذا المكان المبارك إلى أن يستفيد منه. وإذا كان لدى أحد من الإخوة يعني تعليق أو استفسار، ممكن أيضا نتحدث ونتناقش فيه إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.